بسم الله الرحمن الرحيم. Making suggestion for the future. عمل اقتراحات للي للمستقبل. Making suggestion. عشان أعمل suggestion اللي هو الاقتراحات. بستخدم مجموعة أشياء. أول حاجة بستخدم let us أو you should أو you could. Let us أو you should أو could مع الجملة المثبتة. Let us أو should أو could مع الجملة المثبتة. أستخدم had better if I were. Let us, you should, you could زاد الفعل في المصدر. بستخدم had better أو if I were I would دي في الجملة المثبتة زاد الفعل في الايه في المصدر. Let us go for a walk. يلا نمشي نتمشى. Let us go for a walk. يلا نتمشى. هذا let us يجي بعدها الفعل في المصدر. Should يجي بعدها الفعل في الايه في المصدر. Should learn. Could يجي بعدها الفعل في الايه في المصدر. وبتلاحظ ان الجملة مثبتة يعني اخرها ايه full stop. اخرها ايه full stop. Had better you had better see. هذا had better زاد الفعل في المصدر. If I were you I would. If I were you لو كنت أنا مكانك I would sleep here. ده يعتبر suggestion. ده يعتبر ايه suggestion. عموما أشهر حاجة let us you should you could زاد الفعل في المصدر بتاتي مع الجملة المثبتة. الجملة المثبتة اللي هي الجملة الديكلاراتيف الجملة الايه الخبرية جملة ايه مثبتة. طيب نستخدم بتلاحظ حاجة let us أو should أو could أو had better يأتي بعدها الفعل في ليه في المصدر. هذا الفعل في المصدر. هذا الفعل في المصدر. هذا الفعل في المصدر. هذا الفعل في ليه في المصدر. يبقى let us you should you could ماشي let us أو should أو could أو had better يأتي بعدها الفعل في المصدر وتعتبر جملة مثبتة أو جملة خبرية آخرها نقطة آخرها full stop. طيب استخدم let us أو should أو could أو had better زاد الفعل في المصدر في جملة المثبتة وليست الاستفهامية. ممكن استخدم why don't you لما لا أو why not. Why don't you أو why not طبعا why not eat. Why not يجي بعدها الفعل في المصدر أو shall I أو shall we زاد الفعل في المصدر دي جملة إيه استفهامية. يبقى why don't you أو why don't we أو why not أو shall I دي مع الجملة الاستفهامية زائد الفعل في الايه في المصدر. إذن كل ده بستخدم معاه الجزئية دي كلها بستخدم الفعل في المصدر بعدها. let us يجي بعدها الفعل في المصدر. should يجي بعدها الفعل في المصدر. could يجي بعدها الفعل في المصدر. why don't we يجي بعدها الفعل في المصدر. why not يجي بعدها الفعل في المصدر بدون فاعل. shall we يجي بعدها الفعل في الايه في المصدر. had better يجي بعدها الفعل في المصدر. كله الفعل في المصدر ولكن في عندي let us وشود وكود ياتي بعدها تاتي مع الجمله المثبته الجمله الخبريه. had better تاتي مع الجمله الخبريه. طيب why don't you او we او why not او shall i او shall we تاتي مع الجمله الايه الاستفهاميه. خلي بالك من النقطه دي كلهم ياتي بعدهم الفعل في المصدر. let us يجي بعدها الفعل في المصدر. should يجي بعدها الفعل في المصدر. could فعل في المصدر. why don't we يجي بعدها الفعل في المصدر اللي هو play. why not يجي بعدها eat الفعل في المصدر. shall we يجي بعدها play فعل في المصدر. had better يجي بعدها الفعل في ليه في المصدر. خلاص كده طيب كله يجي بعديه الفعل في المصدر بس في جزء بياتي مع الجملة الخبرية وجزء يأتي مع الجملة الاستفهامية. let us تأتي مع الجملة الخبرية بتلاحظ آخرها full stop. should you should يأتي في الجملة الخبرية آخرها full stop. you could يأتي مع الجملة الخبرية آخرها full stop. had better يأتي مع الجملة الخبرية آخرها full stop. خلاص كده. أما عندي في جزئية تانية اللي هي why don't you أو we تأتي في الجملة الاستفهامية. why not تأتي مع الجملة الاستفهامية. shall I أو shall we يأتي مع الجملة الاستفهامية وكلهم يأتي بعدهم الفعل في المصدر.
ماشي كده. لاحظ حاجة، why not ما يجيش بعدها فاعل، يجي بعدها الفعل في المصدر على طول. why not مش why not ما جاش بعدها فاعل، يجي بعدها الفعل على طول. تمام، دي جزئية. الجزئية الثانية اللي هنستخدمها في العمل الاقتراح making suggestion، how about، what about، have you considered، دي كلها how about، ماذا عن، what about، ايه رأيك، او ماذا عن، ايه رأيك، have you considered، هل تعتبر، هل انت اعتبرت، have you considered، دي كلها يأتي بعدها الفعل مضاف له ing، او يأتي بعدها الاسم، الفعل مضاف له ing، او يأتي بعدها الفعل مضاف له ing، او يأتي بعدها ايه اسم. اما have you thought about، thought لازم يجي بعدها about، قبل ما يجي بعد، يعني have you thought لازم يجي about، ذات الفعل مضاف له ايه ing. why do you feel about، about يجي بعدها الفعل مضاف له ايه ing. fancy يجي بعدها الفعل مضاف له ايه ing. I suggest يجي بعدها الفعل مضاف له ing. I recommend يجي بعدها الفعل مضاف له ايه ing. الجزئية دي كلها دي مجموعة expressions، تعبيرات انا بيجي بعديها الفعل مضاف له ايه ing، وتستخدم في عمل الايه suggestion اقتراح. how about، ايه رأيك، what about، ايه رأيك، have you considered، هل انت تعتبر، have you thought about، هل انت فكرت فيه، why do you feel about، ليه انت ليه انت بتشعر بخصوص كذا، fancy، تخيل كذا، I suggest، اقترح، I recommend، يعني اوصي. دي كلها كلمات بتفيد الاقتراح، بس لازم يجي بعدها الفعل مضاف له ايه ing. عندي about، what about، how about، او what about، او have you considered، يجي بعدها الفعل مضاف له ايه ing. have you thought لازم يجي بعدها ايه about، have you thought يا لازم يجي بعدها about، زاد الفعل مضاف له ايه ing. عموما about لازم يجي بعدها الفعل مضاف له ing. why do you feel about لازم يجي بعدها الفعل، fancy يجي بعدها الفعل، suggest يجي بعدها الفعل مضاف له، recommend يجي بعدها الفعل مضاف له ايه ing. طيب اذا في جزئية في الكلمات اللي بتعبر عن الاقتراح، او الاكسبريشنز التعبيرات اللي بتعبر عن الاقتراح، في جزئية لازم يجي بعدها الفعل في المصدر، وتنقسم الى قسمين، في جزئية بتاتي مع الجملة المثبتة، وفي جزئية بتاتي مع الجملة الايه الاستفهامية. الجزئية اللي بتاتي مع الجملة المثبتة اللي هي let us، you should، you could، و had better، let us، you should، you could، و had better، دي بتاتي ياتي بعدها الفعل في المصدر، وتأتي مع الجملة الخبرية أو الجملة المثبتة وليست الاستفهامية. الجملة الخبرية تأتي مع الجملة الخبرية، يعني إيه جملة خبرية؟ يعني جملة آخرها في الستوب، خلاص تأتي مع الجملة الخبرية، الجملة اللي آخرها في الستوب، ويأتي بعدها الفعل في المصدر. في جزئية تانية اللي هو why don't you أو we أو why not أو shall I أو shall we، ودي لازم يجي بعديها الفعل في المصدر، بس تأتي مع الجملة الاستفهامية، تأتي مع الجملة الاستفهامية. في الجزئية الثانية how about، what about، have you considered، have you thought about، why do you feel about، وفانسي وسجست وركوماند، دي كلها بيأتي بعدها الفعل مضاف له ing، أو يأتي بعدها للاسم. ماشي. طيب بعد كده ايه، don't forget، don't forget to، زاد الفعل في المصدر، I'd like to، زاد الفعل في المصدر، it would be nice to، زاد الفعل المصدر، يعني قبل don't forget I'd like، it would be nice، لازم يجي to قبل الفعل في المصدر. في عندي ثلاثة أجزاء، الجزئية الأولية في الكلمات اللي بتعبر عن suggestion بيأتي بعدها الفعل في المصدر، بس بتنقسم الى قسمين، دي الجزئيه الاولى بتنقسم الى قسمين، جزء ياتي مع الجمله المثبته اللي هي اخرها في الاسطوب، وجزء ياتي مع الجمله الاستفهاميه اللي هي اخرها question mark، علامه استفهام. الجزء اللي ياتي مع الجمله المثبته اللي هي الجمله الخبريه اللي هو let us you should you could، ماشي، let us you should you could و had better،
دي تأتي مع يأتي بعدها الفاعل في المصدر وتأتي مع الجملة المثبتة اللي هي آخرها في الأسطر. الجزئية الثانية اللي هو why don't we أو you why not وshall I أو shall we وhad وshall I أو had وshall I أو shall we why don't we أو why don't you why not وshall I أو shall we. الجزئية دي تأتي مع الجملة الاستفهامية ويأتي برضو معها الفاعل في المصدر. يعني الاثنين بيجوا مع الفعل، سواء اللي بيجي مع الجملة المثبتة يأتي بعدها الفعل في المصدر، سواء اللي بيجي مع الجملة المنفية الجملة الاستفهامية يأتي بعدها الفعل في الايه في المصدر. يعني الكلمات الأولى اللي هي دي يأتي بعدها اللي هي الجزئية دي يأتي بعدها الفعل في المصدر، وتنقسم إلى قسمين، جزء يأتي مع الجملة المثبتة وجزء يأتي مع الجملة الاستفهامية. الجزء اللي يأتي مع الجملة المثبتة اللي هي لتس ويشد ويكد وهاد بيتر. الجزء اللي يأتي مع الجملة الاستفهامية اللي هو why don't you أو we why not وshall I أو shall we. في جزئية تانية اللي هي how about أو what about أو have you considered have you thought about do you feel about وفانسي وسجست وريكومند. الجزئية دي كلها يأتي بعدها الفعل مضاف له ing أو يأتي بعدها الاسم. خلاص كده. طيب في جزئية تالتة اللي هو don't forget I'd like it would be nice دي لازم قبل الفعل في المصدر لازم يجي to زاد الفعل في الايه في المصدر. خلاص كده. طيب خلي بالك ان كلمة recommend او suggest ممكن يأتي بعدها الفعل مضاف له ing او يجي بعدها that الفاعل والفعل في المصدر. that الفاعل والفعل في الايه في المصدر. خلاص كده. طيب خلاص فهمنا الموضوع ده. يبقى عندي عشان اعمل making suggestion عشان اعمل اقتراح في ثلاث مجموعات. المجموعة الاولى يأتي بعدها الفعل في المصدر وتنقسم الى قسمين. القسم الاول اللي هي تأتي مع الجملة المثبتة وليست تأتي مع الجملة الجملة الافيرماتيف الجملة الايه الجملة المثبتة الجملة الخبرية تأتي مع الجملة الايه الخبرية. الجزء الاول يأتي مع الجملة الديكلاراتيف اللي هي الجملة الخبرية. الجملة الخبرية يعني اخرها في الستوب اللي هي لتس ويوشود ويوكود وهاد بيتر. دي تأتي مع الجملة الخبرية ويأتي بعدها الفعل في المصدر. طيب why don't we أو you why not وshall I أو shall we دي تأتي مع الجملة الاستفهامية ويأتي بعدها الفعل في المصدر. how about what about have you considered have you thought about why do you feel about fancy suggest recommend دي كلها يأتي بعدها الاسم أو الفعل مضاف له ing. طيب don't forget أو I'd like it would be nice دي يأتي بعدها الفعل المصدر ولكن قبله نحط to. خلي بالك كلمة suggest أو recommend ممكن يجي بعدها الفعل مضاف له ing أو يجي بعدها that الفاعل يعني يأتي بعدها جملة. إذا يجي بعدها جملة يجي بعدها الفعل في المصدر. نيجي نشوف الجرامر. نمبر 1 نقط go to the zoo shall we. هنا هستخدم let us go to the zoo يلا نروح لحديقة الحيوان. let us go to the zoo shall we أليس كذلك. دعنا نذهب إلى حديقة الحيوان shall we يلا مش كده shall we. طبعا ما ينفعش could we لأن could we هتديني استفهام. طبعا could ما تجيش في شكل الاستفهام could we ما ينفعش لأن could we دي صيغة استفهام وما فيش هنا استفهام في كوما. shall we تيجي في صيغة استفهام وما فيش هنا استفهام في كوما. في هنا سؤال tag question يعني سؤال مزيل. سؤال مزيل ده سؤال في اخر الجمله. هي الجمله مثبته الجمله دي تعتبر ايه الجمله ها الجمله دي ايه مثبته. فطالما مثبته ما ينفعش اقول could we ما ينفعش اقول shall we لان could we هتديني استفهام shall we هتديني استفهام وlet us ما ينفعش let us هقول let us. يبقى انا خدت let us ليه لان الجمله دي مثبته ادي الجمله. اما ده سؤال في اخر الجمله ده سؤال منفصل عن الجملة الجملة دي مثبتة الجملة دي استفهامية الجملة دي خبرية الجملة دي استفهامية. shall we دي ده سؤال مزيل بيجي في آخر الجملة الخبرية. فطبعا الجملة دي مثبتة فمينفعش أقول could we هتديني استفهام shall we هتديني استفهام. خلاص. فهنا الجملة لغاية هنا مثبتة فأستخدم let us ما ينفعش let us هنا.
خلاص. طيب نمبر 2 نوجت ذس دريس. طبعا دي وات اباوت او هاو او واي دونت وي او كود وي. هاخد وات اباوت. ليه وات اباوت؟ وات اباوت وات اباوت هي بعدها فعل مضاف له ان جي او اسم. وات اباوت هاو اباوت وات اباوت او هاو اباوت يجي بعدها فعل مضاف له ان جي او اسم. طبعا ده اسم خلاص يبقى اخد وات اباوت. هاو ما ينفعش لوحده. واي دونت وي يجي بعدها الفعل في ليه في المصدر. كود وي كود وي المفروض يجي بعدها فعل في المصدر. ما فيش عندي هنا فعل في المصدر يبقى ما خدتش دي لان المفروض يجي فعل في المصدر. ما فيش ما خدتش دي لان المفروض يجي بعدها فعل في المصدر. ما فيش ما خدتش هاو ما ينفعش هاو هاو عاوز فاعل. وات اباوت لازم يجي وات اباوت او هاو اباوت يجي بعدها فعل مضاف له ان جي او اسم. ده اسم يبقى اخد وات اباوت. اللي بعده رقم 3 نوجت اسك سمون كلوز تو يو فور هيلب. هنا هاخد دي جمله استفهاميه. دي جمله ايه؟ استفهاميه. طيب هنا ممكن يجي بعدها جمله استفهاميه وهنا جمله استفهاميه وهنا جمله ايه؟ استفهاميه. واي دونت يو جمله استفهاميه يجي بعدها جمله استفهاميه. اخد مين فيهم؟ هاخد واي دونت يو. ليه؟ لان واي دونت يو يجي بعدها الفعل في المصدر. هذا الفعل في المصدر. اما هاو اباوت وات اباوت دي يجي بعدها هاو اباوت وات اباوت يجي بعدها الفعل مضاف له اي ان جي او اسم. هنا ما فيش اي ان جي او اسم والوي دي مش صيغه مش من صيغه الايه؟ مش من صيغه سجستشن. رقم 4 spend the night in I get bored with noisy places. Why don't we spend ليه احنا ما نقضيش الليل جوا؟ طبعا دي جمله استفهاميه. هاخد ايه؟ ممكن اخد دي ممكن اخد دي ممكن تاخد دي ممكن اخد دي فهاخد why don't we لان يجي بعدها الفعل في ليه في المصدر. Why don't we spend ليه ما نقضيش الليل في الداخل. I get bored وانا منضايق من الاماكن اللي المزدحمه. نشوف اللي بعدين. طيب رقم 5 move to the other point of the contact. يلا ننتقل للجزء للنقطه الثانيه من الكونتراكت من العقد. طب هنا ايه دي جمله؟ ايه جمله ديكلاراتيف جمله خبريه. جمله خبريه اخرها نقطه. جمله خبريه اخرها فول ستوب. طب ده استفهامي ده استفهامي ده استفهام ده استفهام ده استفهام ده استفهام. والجمله خبريه ما ينفعش معها غير لتس لان لتس تيجي مع الجمله الخبريه اللي هي اخرها فول ستوب ويجي بعديها الفعل في الايه في المصدر. طيب رقم 6 نو جاد جو تو ماي انكلز تو نايت وي ريلي انجوي اور سيلف ذير. هنا دي جمله ايه؟ جمله استفهاميه. لتس ما تنفعش لان لتس تيجي مع الجمله الخبريه. لتس ما تنفعش دي هنا دي جمله استفهاميه. لتس ما تنفعش لتس تيجي مع الجمله الخبريه. وات اباوت ما تنفعش لان وات اباوت يجي بعدها الفعل مضاف له ان جي وده فعل في المصدر. واي دونت يو واي دونت يو تنفع. واي دونت يو جو تو ماي انكلز ليه ما نروحش تونايت. واي دونت يو تنفع وشال وي تنفع. يبقى هنا شال وي شال وي لما اجي اعمل صيغه ممكن استخدم شال ممكن استخدم شال او شد التعبير عن الاستفهام. شال وي او واي دونت يو. واي دونت يو تنفع وشال وي تنفع لان الاثنين يجي بعديهم الفعل في ليه في المصدر. واي دونت يو او شال وي الاثنين يجي بعديهم الفعل في المصدر. طيب اللي بعده رقم 7 نوجت تراينج ذس انجويبل جيم اي ثينك ات ويل ورك يور مايند. طب هنا دي جمله استفهاميه. جمله استفهاميه باليتس ما تنفعش. هاو اباوت تنفع. واي دونت يو تنفع. كود وي تنفع. طب ناخد مين فيهم؟ كود وي يجي بعدها الفعل في المصدر. طبعا ما فيش في المصدر يبقى دي ما تنفعش. يبقى انا عندي دي ودي يبقى اقول هاو اباوت او واي دونت واي دونت يو يجي بعدها الفعل في المصدر. هنا لازم يجي بعدها الفعل في المصدر. هنا يعني دي تيجي مع الجمله الاستفهاميه ودي تيجي مع الجمله الاستفهاميه. انت معايا؟ الجمله الاستفهاميه بس دي تيجي مع الجمله الاستفهاميه ودي تيجي مع الجمله بس لازم يجي بعدها الفعل في المصدر. الفعل هنا مش في المصدر معايا وبالتالي اخد هاو اباوت. هاو اباوت يجي بعدها الفعل مضاف له اي ان جي. يعني لتس تيجي مع الجمله الخبريه دي استفهاميه وما ينفعش لتس. واي دونت وي وكود وي تيجي مع الجمله الاستفهاميه برضو تنفع بس لازم يجي بعدها الفعل في المصدر. هنا الفعل مش في المصدر الفعل مضاف له اي ان جي وبالتالي هاو اباوت هي اللي تنفع.
how about or what about or have you considered or do you think about. دي كلها يجي بعدها الفعل مضاف له ing او الاسم. How about out after the match. How about يجي بعدها الفعل مضاف له ing وبالتالي دي تنفع دي تنفع وممكن يجي بعدها اسم تنفع يقول answer كل الإجابات. يعني how about يجي بعدها الفعل مضاف له ing أو الاسم. هنا فعل مضاف له ing هنا فعل مضاف له ing الاسم ها يبقى all answer كل الإجابات. طب رقم 9 not follow the same pattern this time only I think it will work. هنا هنستخدم we could. ليه we could تستخدم مع الجملة الخبرية اللي آخرها في الأسطول. أما what about تيجي مع الجملة الاستفهامية ما تنفعش الجملة هنا خبرية. why don't we تيجي مع الجملة الاستفهامية ما تنفعش لأن دي هي خبرية. shall we تيجي مع الاستفهامية تيجي مع السماء ويجي بعدها الفعل في ليه في المصدر يعني بس شال تأتي مع الجملة ليه الخبرية مش الاستفهامية. شال مفروض تيجي مع الجملة الخبرية مش الاستفهامية وبالتالي ما تنفعش شال ان ناخد وي كود. يعني ممكن نقول وي شال مش بس ما نقولش شال وي. ممكن نقول عشان نعمل سجشن نقول وي شال ما نقولش شال وي. يعني شال تستخدم مع الجملة الخبرية مش الاستفهامية وبالتالي دي ما تنفعش. دي استفهامية ما تنفعش. دي ما تنفعش يبقى هي وي كود لان وي كود تاتي مع الجمله الخبريه دي حاجه. الحاجه الثانيه ياتي بعدها الفعل في المصدر. اما شال وي ما تنفعش تيجي في شكل استفهام. طب رقم 10 which of the following expressions can be used for suggestion as well as asking for a bit. اي من التعبير دي ممكن تستخدم كاقتراح بالاضافه الى انها بتسال عن الايه عن الراي. هو تباوت وتباوت تنفع وتباوت ماذا ايه عن. طيب رقم 11 you don't eat meal انت ما ميت انت بتاكلش لحمه do you اليس كذلك. خلاص fish how about fish ايه رايك في السمك. how about fish how about يجي بعدها اسم. how about او what about دي يجي بعدها الاسم وبالتالي عندي how about ما فيش what about يجي بعدها الاسم. اما why don't you دي هي يجي بعدها الفعل في المصدر let's يجي بعدها الفعل في المصدر و should you يجي بعدها الفعل في المصدر. ناخد هوا ايه هوا باوت لان هوا باوت يجي بعدها اسم او فعل مضاف له ايه اي ان جي. رقم 12 no got take some snacks with you so you aren't so hungry. هنا لو خدنا هوا باوت يجي بعدها فعل مضاف له اي ان جي مش يجي بعدها فعل في المصدر ما تنفعش. هوا باوت وات باوت الاثنين يجوا مع الجمله الاستفهاميه والجملة هنا استفهامية بس هوا باوت ووات باوت الاثنين لازم يجي بعدها فعل مضاف له ing او اسم ده الفعل ده في المصدر. امال ايه اللي يجي مع الاستفهام ويجي بعديه فعل في المصدر why don't you. ايه اللي يجي مع الاستفهام ويجي بعديه فعل في المصدر اللي هو why don't you يجي بعديها الفعل في المصدر. خلاص طيب رقم 13 have you considered على طول يجي بعدها فعل مضاف له ing have you considered يجي بعدها فعل مضاف له ايه ing بعد كده ايه listening to some music to help you to relax. دي جملة استفهامية وفي نفس الوقت الفعل مضاف له ing why don't you دي استفهام زاد الفعل في المصدر. why not استفهام زاد الفعل في الايه في المصدر يبقى دي ما تنفعش. دي ايه ما تنفعش استفهام زاد الفعل في المصدر. will you ما تنفعش. how about هي هو الاستفهام زاد الفعل مضاف له ايه ing تمام. رقم 15 what about على طول الفعل مضاف له ايه انجا what about doing sport 4 times a week instead of 6 ايه رايك في ان نعمل رياضه 4 مرات بدلا من ايه من 6 have you considered او thought ما اخد considered ليه considered يجي بعدها الفعل مضاف له ايه ing اما thought لازم يجي بعدها ايه about ما فيش هنا about يبقى ما ينفعش ثوت. regarded ما ينفعش supposed ما ينفعش او supposed about supposed to supposed يجي بعدها to regarded to خلاص يبقى هي ثوت about ما ينفعش يبقى هي consider تيجي بعدها فعل مضاف له ايه اي نشي. رقم 17 why don't you
ها why don't you دي استفهام، واستفهام يجي بعديه فعل في المصدر why don't you use. اما هنا مصدر قبله to ما ينفعش، هنا فعل مضاف له ing ما ينفعش، use to ما ينفعش. why don't you use a diary، ليه انت ما بتستخدمش مفكر عشان تساعدك ان انت تخطط لايه لعملك. ماشي، بعد كده what about، what about يجي بعدها فعل مضاف له ing، what about starting يجي بعدها فعل مضاف له ing وفي نفس الوقت استفهام، what about يجي بعدها فعل مضاف له ing واستفهام، have you considered يجي بعدها فعل مضاف له ing واستفهام. طيب my uncle my back hurts from sitting in the same position for so long، يعني ظهري بيوجعني من ان انا بقعد في نفس المكان لمده طويله. نقط taking breaks between study sessions، لازم تاخد راحة بين study session بين جلسات اللي الدراسة. خلاص طيب هنا فعل مضاف له ing، اقول have you thought لازم thought about ما فيش about. طب اقول have you supposed، supposed to ما فيش. Have you considered؟ considered تيجي بعدها فعل مضاف له ing تنفع. Why don't you؟ لازم يجي بعدها فعل في المصدر، الفعل هنا مش في المصدر، مضاف له ايه؟ ing، وبالتالي دي ما تنفعش. أقول have you considered. بعد كده 21. I am not sure how to complete the project for the teacher. أنا مش متأكد إزاي أكمل المشروع للمدرس. نقط ask your parents to help you، طبعا ده استفهام، واستفهام وفي فعل في الايه في المصدر. why how about ما تنفعش، have you considered ما ينفعش، لان دول يجوا مع الاستفهام بس لازم يجي بعديهم فعل مضاف له ايه ing. why don't you تنفع لان لازم يجي بعدها فعل في المصدر، تيجي مع الاستفهام بس يجي بعدها فعل في المصدر، هذا الفعل في المصدر. what about ما تنفعش، تيجي مع الاستفهام بس لازم يجي بعدها فعل مضاف له ing. what about، how about، have you considered، دي كلها تيجي مع استفهام بس لازم يجي بعدها فعل مضاف له ing. اما why don't you تيجي مع استفهام بس يجي بعدها فعل في المصدر، وهنا فعل في المصدر. رقم 22. طيب I have to finish an essay but I am hungry and it's nearly lunch time. انا علي ان انا انهي المقال ولكن انا جعان وانا ودلوقتي تقريبا وقت وقت الغداء. نقط have a snack، هذه a snack ده فعل في الايه، فعل في المصدر، الفعل في المصدر ده. طيب هنا استفهام وفعل في المصدر، طالما استفهام وفعل في المصدر، what about استفهام بس الفعل مضاف له ing، how about استفهام بس بيجي بعدها فعل مضاف له ing او اسم، الاثنين دول. طيب have you considered استفهام بس لازم يجي بعديها يجي بعديها فعل مضاف له ing. why don't you استفهام بس يجي بعديها فعل في المصدر، وهو ده المطلوب. طيب بعد كده رقم 23. start studying for that exam، طبعا ده استفهام وفعل في المصدر. how about لا ما ينفعش، have you considered ما تنفعش، why don't you تنفع، have you thought about ما تنفعش، دي كلها استفهام يجي بعدها فعل مضاف له ing. اخد don't you، why don't you، لان ده استفهام يجي بعديه الفعل في الايه في المصدر. طيب how about doing exercise on a regular basis، ايه رايك نعمل تمرين تدريب على المستوى المعتاد. the speaker here is suggesting something ولا blaming someone ولا requesting some ولا criticizing someone، طبعا suggesting something يعني بيقترح شيء ما، ولا بيلوم على شخص ما، ولا بيطلب شيء ما، ولا بينقد شخص ما. لا طبعا هم لا بينقد ولا غيره، هو بيقترح شيء ما، suggesting something. رقم 25 about doing more exercise، في عندي about، طالما about يبقى ما ينفعش، have you considered ما تنفعش، have you suggested ما تنفعش، have you advised ما تنفعش، have you thought، thought يجي بعدها كلمة about، thought يجي بعدها كلمة about، يبقى have you thought about. ماشي طيب ماشي have you thought about. وفي عندي كلمة advice، advice يجي بعدها الفعل مضاف له ing، أو يجي بعدها advice و recommend يجي بعدها الفعل مضاف له ing،
يجي بعدها الفعل مضاف له اي ان جي، وريكومند يجي بعدها الفعل مضاف له اي ان جي الا اذا اجى بعدها ايه جمله. طيب نيجي بعد كده لسكيلز كورنر. سكيلز كورنر اللي هو بانكتويشن علامات الترقيم الجزء الثاني. نيجي نشوف البريود، البريود اللي او الفول ستوب. بريود او فول ستوب دي النقطه اللي بتيجي في نهايه الايه، في نهايه تاتي at the end of a sentence، في نهاية الجملة whether declarative or imperative، تاتي في نهاية الجملة الخبرية أو الجملة للأمرية. يعني they have traveled today، هم سافروا اليوم، دي جملة خبرية. review your lesson carefully، راجع دروسك بعناية، دي جملة إيه؟ أمرية imperative. دي جملة بسمها imperative، جملة أمرية. دي جملة خبرية يعني فاعل وفعل وآخرها نقطة، أولها فاعل وبعد كده فعل اخرها فول ستوب. الفول ستوب دي النقطه دي بتاتي في نهايه الجمله الخبريه، يعني ليست استفهاميه، في نهايه الجمله الخبريه يعني ليست استفهاميه، ذاتي فول ستوب، وفي نهايه الجمله الايه الامريه. طيب بعد كده وممكن الفول ستوب دي تاتي في الاختصارات الابريفيشنز، او ما تجيش. يعني يونايتد كينجدم المملكه المتحده، المفروض يو فول ستوب كي فول ستوب، او دي المفروض بيريود، يو بيريود كي بيريود. ممكن احطها في الاختصارات او ما احطهاش، ممكن احطها في الاختصارات او ايه ما احطهاش في الابريفيشنز. النقطه يبقى النقطه دي تيجي فين، اللي هو اسمها البريود او الفول ستوب، تاتي في نهايه الجمله الخبريه، تاتي في نهايه الجمله للامريه، جمله خبريه يعني ليست استفهاميه، ليست ايه استفهاميه، تاتي في نهايه الجمله الخبريه. في الجمله الامريه هي الجمله التي تبدا بفعل، الجمله الخبريه هي الجمله التي تبدا بفاعل وفعل، فاعل وفعل. الجمله الامريه تبدا بفعل وليس فاعل، تاتي في نهايه الجمله الخبريه اللي هي تبدا بفعل، تأتي في نهاية الجملة الأمرية اللي هي تبدأ فعل، تأتي في الاختصارات أو لا تأتي. خلاص؟ طيب بعد كده نتكلم على الكويستشن مارك. كويستشن مارك اللي هي علامة الاستفهام. الكويستشن مارك علامة الاستفهام تأتي في نهاية الجملة الاستفهامية. إيه هي الجملة الاستفهامية دي؟ هي الجملة التي تبدأ بأداة استفهام أو تبدأ بفعل مساعد، او الجمله اللي هي بتنتهي بتاج كويشن سؤال مزين. يعني جمله تبقى خبريه وفي نهايتها سؤال بادئ فعل مساعد. يبقى ايه الجمله الاستفهاميه؟ الجمله الاستفهاميه اللي تبدا فعل بكلمه استفهام زي وين واي وير غيره، اي كلمه استفهام، او الجمله التي تبدا بفعل مساعد، دي بسميها جملة استفهامية. دي بنحط آخرها question mark، دي علامة الاستفهام، دي اسمها question mark علامة استفهام، تأتي في نهاية الجملة الاستفهامية. النقطة اللي هو period أو full stop تأتي في نهاية الجملة الخبرية، في نهاية الجملة الأمرية، أو تأتي في الابريفيشن. بعد كده الأبوستروف. أبوستروف يعني أبوستروف هي الفاصلة اللي بتكون أعلى الكلمة، أعلى الكلمة، وتأتي تعويضا عن الحروف التي حذفت. يعني هنا مثلا دي الابوستروف ايام، اصلا الجمله اي ام، يعني في ايه هنا حذفت بحط الايه الابوستروف. كانت اصلا كان نوت، حذفت الايه الاو، حذفت الاو كان نوت، يبقى هنا بحط الايه الابوستروف. عالز عادل سكار، هنا في الملكيه احط الابوستروف اس، في الملكيه بحط ابوستروف اس، يبقى انا عندي الابوستروف. ابوستروف تستخدم مكان الحروف التي حذفت، مكان الحروف التي حذفت بين كلمتين، في حروف حذفت فبحط الايه ابوستروف، وتاتي قبل اس للملكيه. بعد كده الاكسكلاميشن مارك علامات التعجب، هي تعبر عن الدهشه والتعجب او شعور قوي بالغضب او المفاجاه، زي او دي بسمها اكسكلاميشن مارك. هيلب نجده اكسكلاميشن مارك، وات سربرايز يا لهم من دهشه، جيت اوت اخرج، دي بسميها اكسكلاميشن مارك، وهو لما يكون في كلمه تعبر عن دهشه او تعجب او شعور قوي بالغضب. بعد كده الهايفن، الهايفن دي اللي هي الشرطه، دي الشرطه دي تيجي ما بين صفتين، تيجي بين صفتين زي ويل ديكوريتد، يعني مزخرف، زخرفه جيده.
إذا إجا صفتين مع وراء بعض ممكن أحط هايفن يعني الشرطة الصغيرة دي خلاص، وممكن أحذفها. أما إذا إجا بعد الصفتين اسم يبقى لازم أحط الهايفن اللي هي الشرطة دي. أنت معايا؟ لو في عندي صفتين وراء بعض ممكن أحط الهايفن اللي هي الشرطة الصغيرة دي. طيب إذا إجا بعد أو ممكن ما أحطهاش زي كده، ممكن إيه ما أحطهاش. إذا إجا بعد الصفتين دول أو الصفة والظرف ده، إذا إجا بعديه اسم ها يبقى لازم أحط الهايفن ما بين الصفة والإيه والظرف ده أو الصفتين. ماشي، لازم أحط الهايفن إذا إجا اسم. ما جاش الاسم ممكن أحط الهايفن أو ما أحطهاش، اللي هي الشرط. نيجي بعد كده للكولون. كولون يعني نقطتين. كولون يعني ايه؟ نقطتين. لما اقول لك I speak two language، انا اتحدث ايه؟ لغتين. طب ايه هما؟ English and French. احط كولون، احط نقطتين فوق بعض وافسر ايه هما اللغتين؟ English and French. يبقى لما يكون في اجمال بعده ايه؟ تفصيل. اجمال بعده تفصيل او توضيح. يعني جملة، الجملة بقول جملة وبعد كده اوضحها، افسرها، اشرحها. لما اجي جمله وعندي شرح لها بحط كولن. او مثلا I have to train well، انا يجب ان اتدرب كويس، احط كولن وابدا اشرح. The competition starts tomorrow، المسابقه تبدا غدا. افسر ليه انا بتدرب كويس، هذا كولن. يعني الجمله الاولى بكتب فيها اللي انا عايزه، الجمله الثانيه بتفسر الجمله الاولى او بتوضح او تبين سبب للجمله الاولى، فلازم احط قبلها ايه؟ احط كولن قبل ما احط التفسير او التوضيح او التفصيل، احط كولن. ماشي، برضو بتستخدم في 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 النسبه. بقول لك 1 الى 2 1 2 2 1 الى 2 النسبه المئويه احط 1 كولن 2. او مثلا في الساعات 3 ونص احط 3 كولن 30، 3 ونص. معايا؟ يبقى تستخدم الكولن، تستخدم لما يكون في جملة مكتوبة وبعد كده أفصلها أو أفسرها أو أوضحها أحط كولن. أو تستخدم في النسبة المئوية ما بين أطراف النسبة المئوية أحط كولن. أو في الساعات أحط إيه؟ أحط كولن. نيجي بعد كده للسيمي كولن. السيمي كولن بتاتي محل روابط التناقض. ما أقول لك I like coffee، أنا بحب ليه القهوة. My friends likes tea، المفروض اقول but my friends likes tea. انا شلت but وحطيت سيمي كولن، يعني فاصله وعليها نقطه، فاصله وعليها نقطه، دي بسمها سيمي كولن. وهي تحل محل الكونجنكشن، كونتراست كونجنكشن، يعني روابط التضاد، روابط الايه التضاد. خلاص كده، يبقى سيمي كولن بتاتي محل روابط الايه التضاد. بعد كده السبيتش ماركس. سبيتش ماركس اللي هي علامات اللي ايه سبيتش ماركس او الكوتيشن ماركس او الانفيرتد كوماز، دي كلها معناها الفصلتين اللي هم مختلفتين دول بسميهم كوتيشن ماركس، يعني علامات الاقتباس. علامات الاقتباس لما يكون في جمله بتاعت واحد بيتكلم احطها بين كوتيشن ماركس، اقتبس شيء من كتاب ثاني او من كلام شخص ثاني احط الكوتيشن ماركس، كوتيشن ماركس. ماشي، طيب نيجي بعد كده لل عندي هنا اقول لك ايه choose the correct choose the following. نيجي نشوف الاكسرسايز على البنكتويشن، which of the following is punctuated، اي من الاتي هو مرقم تنقيم صحيح. هاخد السي، did you know that، الاوانيه مفيش هنا ابصرف اس، طبعا نيبور سن يعني ابن الجار، المفروض ابن الجار يبقى في ملكيه، المفروض يكون بصرف اس، هو حط اس بس ما ينفعش. طب هنا برضو نيبور سن يعني ابن الجار، المفروض بصرف اس لان في ملكيه، طالما ما بعدها بصرف اس تفيد ان بعدها ملك لما قبلها، حط الاس ما حطش الابصرف يبقى ده غلط. هنا ما فيش ابصرف، ما أبصرف مفيش، هنا أبصرف مفيش، هنا في ملكية، الولد ابن مين؟ ابن الجار، الولد ابن الجار، المفروض أبصرف إس، ملكية، مفيش، ما حطهاش. طيب، في رقم 4، ليه أنا ما خدتش رقم 4؟ هنا كلام بقول did you know that our neighbor's son، هل أنت تعرف إن ابن الجار had returned from London، رجع من لندن on Wednesday يوم الأربعاء يا داليا؟ يوم الاربعاء يا داليا، انا بخاطب داليا، وبالتالي قبل ما اقول اسم داليا المفروض يكون فيه كوما، المفروض يكون فيه كوما.
طالما بخاطب داليا بكلم داليا وحطيت اسم داليا في اخر السؤال او في اخر الجملة المفروض يكون في ايه كوما، ما نحطتش الكوما دي. طبعا ده ايه خطأ. الصحيح هو سي did you know that our neighbor's son في ملكية حطتها بصرف اس وفي نفس الوقت ده بخاطب داليا، فبالتالي قبل ما انتج اسم ده طالما بخاطب شخص قدامي وكتبت وكلمته باسمه لازم احط قبليه كوما. طيب اللي بعده رقم 2 which of the following is punctuated correctly. رقم 2 عندي هنا انا ما خدتش بيه بقول لك my mother said have you watched King Lear. King Lear ده عنوان في رواية لشكسبير اسمها King Lear الملك لير، لازم طالما ده تايتل ده عنوان يبقى لازم لازم الحروف الاولى تكون كابتل كي كابتل والال كابتل، طبعا ده مش مكتوبه كابتل مكتوبه سمول. دي في الجمله دي. الجمله سي ما خدتهاش ليه؟ ما خدتهاش اولا الكي مش كابتل الال كابتل ولكن او الاثنين كابتل، بس عندي هنا ايه انا بسال سؤال ماي ماذر سيد هاف يو واتشد، طالما السؤال جوه كوتيشن مارك يبقى لازم يكون اول حرف في السؤال لازم يكون كابيتال، يعني هاف دي المفروض الاتش يكون كابيتال لان تعتبر في بدايه جمله، في بدايه جمله بصرف النظر عن هنا في وسط الجمله، بس هو جوه الكوتيشن جوه علامات الترقيم دي تعتبر بدايه جمله، فالاتش دي المفروض تكون كابيتال. طيب يبقى دي غلط. بعد كده دي غلط ليه؟ دي غلط my mother said have برضو الاتش هنا ايه small have you watched King Lear نورهان ما فيش، مفروض انا بخاطب شخص وكلمت اسمه لازم احط قبليه كابتل لازم احط قبليه قبل الكومة لازم قبل ما انطق اسم الشخص اللي انا بخاطبه في الجملة لازم احط قبليه كومة، ما فيش هنا كومة ماشي. يبقى انا هاخد ايه my mother said have ادي الاتش ها كابتل have you watched King Lear الكي والال لان ده عنوان مسرحية لازم يكون كابتل، نورهان طالما قلت نورهان اسم الشخص المخاطب لازم اجيب قبليه كوما وده صح. طيب رقم 3 نادر walks to that boys school نادر مشي لمدرسة الاولاد every مورنينج كل صباح مدرسه الاولاد هي 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 الجمله اصلا بويز ها سكول الابوستروف اس دي للملكيه والاس دي اس ليه الجمع، طالما في اتنين اس ورا بعض فانا بشطب واحده منهم بشطب ايه واحده منهم تبقى بويز، يعني الاس الاولانيه دي للجمع مدرسه الاولاد والاس والابوستروف اس الثانيه دي بتاعه الملكيه، طالما ابصرف اس الملكيه اجت ورا اس جمع فانا بشطب الاس بتاعت الملكيه اخلي الابصرف بس، انت فاهمني؟ يعني الاس دي اس الجمع والابصرف اس دي بتاعت الملكيه تفيد ان المدرسه ملك ليه للاولاد، طالما اتنين اس الملكيه اجت بعد اس الجمع ها بشطب اس الملكيه اخلي الابصرف بس ادلني عليها بسيب الابوستروف بس اقول بويز سكول ماشي. اللي بعد رقم 4 ايه او ان a semicolon is used to stress the close relationship between one sentence and another. السيميكولون بتبين العلاقة القريبة ما بين جملة أو أخرى. ليه؟ لأنها يعني بدل الروابط أنا بحط الكونتراست كونجنكشن الروابط التضاد أنا بحط سيميكولون فتعتبر بتقرب الجملتين لبعض بتقرب الجملتين أكثر. بشيل الروابط الكونتراست كونجنكشن وأحط سيميكولون، روابط تضاد بحط مكانها أبوصرف وفوقها كوما وفوقها نقطة اللي هي سيميكولون عشان تعبر عن قرب الجملتين. Which sentence is punctuated correctly؟ أي جملة هي مرقمة صح؟ هنا What amazing news؟ يا لها من أخبار مدهشة. ده تعجب صح؟ هنا ما فيش تعجب هنا في كوما ما ينفعش. What amazing news؟ يا لها من أخبار في هنا إيه علامة تعجب؟ What amazing علامة تعجب تنفع؟ هنا في علامة تعجب ولكن هنا the police have found uncle عادل's car وجد سيارة uncle عادل. المفروض يكون عندي أبصرف اس المفروض ما يكونش في أبصرف اس دي صح المفروض يكون في أبصرف اس.
طيب المفروض يكون في ايه؟ ابوستروف اس. وات اميزنج نيوز، يا لها من اخبار مدهشة. دي ايه؟ في تعجب، يا لها يا لها من اخبار مدهشة، في علامة تعجبها. ذا بوليس، الجملة دي بدأ لسه بدأها. ذا بوليس، يبقى بالتالي التي دي المفروض تكون كابيتال. هنا التي هنا سمول، ما ينفعش التي هنا المفروض كابيتال، لان دي بداية الجملة. تمام. هاف فاوند مس انكل عادل سكار، ابوستروف اس، تفيد ان السيارة ملك لمين؟ لعادل، وبالتالي احط ابوستروف اس. خلاص، يعني الجملة دي غلط علشان في هنا ذا بوليس بداية الجملة ومعمولة سمول، ما تنفعش. الجملة دي غلط علشان عادل سكار، المفروض الابوستروف قبل الاس الملكية، قبل الاس الملكية مش بعديها. خلاص، هنا دي غلط علشان خاطر الكوما هنا تعتبر علامة اسلوب تعجب، فالمفروض يكون اكسكلاميشن مارك علامة تعجبها. خلاص، اللي بعد Which of the following sentence is punctuated correctly؟ أي من الجمل الآتية هي مرقمة بطريقة صحيحة؟ عادل who lives in أسوان، دي جملة اعتراضية. عادل اللي بيعيش في أسوان، دي جملة اعتراضية. وطالما جملة اعتراضية يعني أنا لو شلت الجملة دي كلها المعنى مش هيتغير. ممكن يقول عادل is a part-time accountant، يعني عادل محاسب لوقت وقت part-time، وقت جزئي. خلاص، او وقت جزء، مش طوال الوقت، جزء من الوقت، محاسب لجزء من الايه؟ من الوقت. لو شلت الجمله دي خالص ما مش هيجرى حاجه، وبالتالي الجمله دي جمله اعتراضيه، فانا بحط كوما قبلها وكوما بعدها. الكوما قبلها وكوما بعدها بتفيد ان الجمله دي انا لو شلتها مش هيتغير المعنى. عادل هو ليفز ان اسوان از ا بارت تايم اكاونتنت. ده بارت تايم، دي كلمه مكونه من جزئين. خلاص، المفروض احط بينهم ايه؟ احط بينهم ايه اسمها ايه؟ احط بينهم هايفن. المفروض احط ايه؟ هايفن. ليه احط؟ يعني لما يكون في كلمتين جزئين، لما يكون في كلمتين المفروض احط بينهم ايه؟ هايفن. وممكن ما احطهاش، بس اذا اجى بعدها اسم زي اكاونتنت لازم احط هايفن. طب ما جاش اسم احط هايفن او ما احطهاش، ما فيش مشكله. يبقى لما يكون في كلمه مركبه من كلمتين، كلمه مركبه من كلمتين ممكن احط هايفن وممكن ما احطهاش، بس لو اجى بعدها اسم، على اساس ان دول صفه، على اساس ان دول ايه؟ صفه. لو اجى بعدهم اسم يبقى لازم احط هايفن. هنا في اسم ما فيش هايفن، ده 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 خطا. طيب عادل هو ليفز ان اسوان، طبعا حطيت كوما قبل الجمله الترضيه، المفروض احط بعدها كوما، قبلها كوما وبعدها كوما، ما حطش قبلها كوما. از ا بارت تايم اكاونتنت. خلاص، طب عادل هو ليفز ان اسوان، عادل شوف الجمله الترضيه يجي قبلها كوما وبعدها كوما، از ا بارت تايم اكاونتنت، هو محاسب لبعض الوقت. فانا عندي هنا طالما كلمه مكونه من جزئين يجي بعدها اسم، او صفتين يجي بعدها اسم، يبقى لازم احط بينهم ايه؟ هايفن. طب لو ما جاش اسم ممكن احطها وممكن ما احطهاش. طيب يبقى انا هاخد سي. طب هنا عادل هو لبس حط الكوما بعديها وما حطش قبليها، ومره يحط قبليها وما حطش بعديها. از ا بارت تايم اكاونتنت. طيب رقم 7، نقط ار بير اوف بانكتويشن ماركس برايمري يوز تو كوت سنتنس. في اقتباس، في اقتباس يبقى كوتيشن ايه؟ ماركس. اقتباس يعني باخد كلام من كلام واحد، جزء من كلام واحد تاني، وحطه ما بين علامات الترقيم ما بين قوسين يعني. او تو انفيرتد كومس، يعني كومتين مقلوبين. طيب فول ستوب از يوز تو مارك ذا اند اوف ديكلاراتيف. الفول ستوب تستخدم علشان نتعلم نهايه الجمله الايه؟ الخبريه. ديكلاراتيف جمله الايه؟ الخبريه. الفول ستوب اللي هي النقطه. ايه او ان نقط ريبريزنتس ذا جريتست بوز، اللي هو الفول ستوب بتمثل الوقفة العظيمة. فول ستوب. Which of the following is used to end an interrogative؟ أي من الآتي تستخدم لنهاية الجملة للاستفهامية؟ طبعا الكويشن مارك. الكويشن مارك تستخدم لنهاية الجملة السبية. Have a nice meal. Have a nice meal. نتمنى لك وجبة رائعة. دي ايه؟ Have a nice meal. Have a nice meal. نحط exclamation mark. ماشي. A or N.
an apostrophe. الابوستروف اللي هو الابوستروف اللي هي الفاصله اللي هي بتنحط is used to indicate the omission of a letter from a word. بتستخدم علشان تبين حذف حرف من كلمه. الابوستروف تستخدم عشان تبين حذف كلمه حذف حرف من كلمه. شكرا. السلام عليكم.